الدوله بلا ما نسميها حتى بغات تحجز الليج في اليونسكو. اولا فاش كتقول بغات حتى بغات تعترف فيه، اعتراف ماشي قانوني، ما عنده حتى قانوني. قلنا 2016 قضيه، حنا غير بديك الورقه اللي عندنا في لومبيا نحطوها اليونسكو اعتراض بان حنايا قانونيا راه محامين على الزليج. شنو داروا هما؟ شو بدلوا السميه، ما تبقاوش ما سماوش الزليج، سماو سليج. سليج زاد واحد دي بدلوا ليه كاع حتى القفطان، ما سماوش القفطان، القرفطان زادوا الراء باش كيتسمى زعما راه كاين هناك فرق. واستعملوا ديك الصوره المغربيه اللي كاين باش نعرفوا بان فاش كنديروا واحد الاعتراض امام اليونسكو سورتو باليونسكو، ماشي السفير ديالنا في اليونسكو اللي كيدير الاعتراض فقط، المجتمع المدني هو اللي كيحد. علاش؟ لان اليونسكو شنو باش كتعترف بان واحد لا كومون، واحد لا كوميونيتي، واحد المجموعه حيه كتستعمل هذاك هذاك التراث اللامادي. دونك هذيك لا كوميونيتي كونسيرني هي اللي كدير الزليج مثلا او هي اللي كدير القفطان هي اللي كتعترض، والوزاره والسفير ديالنا في باريس غير كيواكبوا هذه العمليه بالمجال الاداري. دونك شنو درنا حنايا؟ مشينا تواصلنا مع الاخوات والاخوان او العاملين في هذا المجال باش يجيبوا لنا الاعمال اللي كيقوموا بها باش هذا الاعتراض يولي يعني عند هذه المؤسسه اللي هي في باريس اللي هي اليونسكو. صح. واليوم تقريبا راه وصلنا لشي 400 جمعيه وعامل وعامله اللي اعترضوا على لا القفطان لا الزليج. الوزاره ديال الشباب باش ندوزوا لواحد الفوق. نعم. اخر كانوا هاد الناس هادو واش ما كاينينش ناعسين ما كيفكروش في هذا الشيء؟ دو جور دوما بلاتي. نعم. دو جور دوما ولينا كنتقاتلوا حنا في لي ريزو سوسيو. نعم. على القفطان ديالنا. نعم. على الثقافه. نعم. ديالنا. نعم. على الكسكسو ديالنا. فين كنتوا؟ علاش هذا الشيء ما وثقتوش؟ انا نجاوبك بالنسبه للتراث المادي الغير المادي في الخصوص اللي فيه اشكاليه اليوم للاسف مع الله يهديهم مع خوتنا وجيراننا مع الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. اولا هذا تراث لا مادي مغربي معترف به على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، والتوثيق جاري به العمل. كاين جوج عمليات ديال التوثيق. كاين اما العمل اللي كتقوم به وزاره الصناعه التقليديه فاش كان داخل في هذا المجال ديال لي لابيل، يعني كنقاز الليج إلي ريبرتوري فلوبي فلوبي. دابا الزليج مغربي مغربي بالطبع، لي بوتي كارو. لا بيان سور، شوف الفرما وداك الشيء مغربي. ما فيش الاسبوع الماضي كنت ما فيش لو بارتاج. الاسبوع الماضي كنت في جنيف وباش ناكدوا مره اخرى باننا هاد الزليج اللي كنتكلموا عليه حطيناه في 2016 في اليونسكو؟ لا في جنيف لومبي لومبي. لان باش كاين فرق ما بين اليونسكو وما بين لومبي. اليونسكو كدير لك اعتراف فقط ليس حمايه قانونيه. لومبي هي اللي عندها الحمايه القانونيه. اوكي. اليونسكو غير كتعترف بك. يمكن لها اليوم تقول كنعترفوا بان هذا جلابه مغربيه مثلا، وغدا تجي تقول هذه جلابه تونسيه ولا تركيه ولا بحال لومبيك ديالنا حنا. في لومبي لومبيك راه تابعه للومبيك. كاع الدول عندهم ذاك المكتب ديال لومبيك. اوكي. دونك سي لا بروبريتي انتيليكتويل. فوالا داكوغ. دونك هاد لا بروبريتي حنا حاولنا ندخلوا فيها لو سافوار فير. حدا واحد النقطه ديال لو سافوار فير كاينه عندهم، ولكن الصراع اللي كاين ما بين الدول ما عمرهم ما فعلوها. فاش ترأسنا هذا القطاع في 2020 تم تعيننا من طرف سيدنا الله ينصرو، درنا خلقنا هيريتاج باتريمون، يعني لو لابيل ماروك. هذاك لو لابيل ماروك، هذاك لو لابيل ماروك ماشي في الجانب التجاري ديالو، لان هذا ماشي اختصاص ديال الوزاره. الجانب التجاري عند الصناعه التقليديه. علاش؟ لان هذا كيتبني على اراده ديال المعلمين اللي كيمشيو هما يحطوا ديك العمل ديالهم باش يدافعوا على راسهم على الصعيد الدولي. لان كان جرى واحد سابق انا ذاك في التسعينات وفي دوبي دي زاني 2000 ان مقاوله اجنبيه بلا ما نعطي الناسولتين ديال واحد الدوله الاوروبيه حاولت تستغل زليج فاس. أيه. سماتو زليج دو فاس. داكور.
وفي اطار الحمايه والعمل اللي قاموا به انذاك المتعلمين مع 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 وزاره الصناعه التقليديه، تحط هذا الزليج دو فاس باش ما يبقاش اي واحد يسمى راسو زليج دو فاس، لانهم استعملوها كماك سماوه زليج دو فاس وكيبنيوها وكيديروها دو مانيير اندستريال في الوقت اللي الزليج ممنوعه. حنا عندنا دو مانيير ارتيزانال اي نون با اندستريال، وبحال كتكذب بحال مثلا انا كنبغي نمشي نشري زليج دو فاس بحال كنولي كنكذب على حتى الكونسوماتور. حنا شنو قلنا؟ حنا هذا الجانب التجاري عند المتعلمين وعند الصناعه التقليديه. اوكي. بار كونت لو سافوار فيغ، لو سافوار فيغ يعني اللي 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 لو باتريمون ايماتيريال اللي ديال المغاربه كلهم، هذا كنحاولوا ندافعوا عليه في اطار الاعتراف اللي كتعطيه اليونسكو. للاسف اليونسكو كتعترف كل سنتين من من يعني ان اليمون من من الباتريمون ايماتيريال ديال الدول بصفه عامه. تدفع بزاف؟ ما عندناش الحق. واحد في العامين، واحد في كل عامين، كل عامين. وكيف ما كتعرف المغرب عنده مجموعه ديال ليزيليمون ديال الباتريمون ماتيريال، ولكن فلو لو قلنا داك لوفيس وكاين لومبي في جنيف. لومبي دابا لومبي واش مدخلين فيه الزليج؟ داخل فيه الزليج من 2016. من 2016 القفطان لا مازال ما دخل. ايوا في كنا اخويا سنتنا الله يعرف احنا 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 دابا كاينين. احنا فين كنا ما عرفتش. كاين خلينا احنا في جوني كاينين مجموعه كاينين مجموعه ديال لي زاليمون اللي داخلين اتخافغ لي لابيل. هادشي اللي بغيت نفسر لك في المجال التجاري. دابا احنا مشينا بعد من المجال التجاري، بغينا حتى لو سافوار فيغ. داكشي علاش درنا شراكه معاهم باش يولي واحد العمل ما بينهم وما بيننا، وباش ندخلوا حنايا لو لابيل المغرب. وهذاك لو لابيل علينا نحن هنا في المغرب مع المتعلمين مع وزاره الصناعه التقليديه، مع حتى وزاره الفلاحه فاش كيهم بعض يعني لي بلا ماروكان، باش كنخدموا عليهم باش نعرفوهم قانونيا. ماشي التعريف ديالو فقط، ماشي تعريف ثقافي، بل تعريف قانوني. وهنا فين كاين الخدمه حاليا. كسكسو نفسي بالطبق حتى هو داخل. دخلناه مقيد لا فين دخل؟ في دخلنا. جنيف ولا في جنيف؟ في جنيف. دخلنا. يعني شنو داخل دابا؟ قول لي اللي دخلتي انت دابا. احنا دخلنا سبعه ديال لي زيليمون. قفطان قفطان الزليج كسكسو الزليج هادو ما يديهم حد؟ لا لا ما عندهم ما يديهم. ما عندهم ما يديهم. قلنا سيدي التراث ديالنا ما نخافوش عليه. هذه مسؤوليه ديال دي كوميرسون حتى حتى العاملين في هذا المجال. ما يمكنش نقولوا صانع ما تمشيش لبلاد اخرى. لا بالطبع. لا بدا اولا ديال الحرفه قبل ما نتكلموا على الصانع اللي كيمشي لبلاد اخرى باش يدير الحرفه. اي برودوي مغربي كيخرج نورمالمون خصو يكون لابيليزي، وهذه الخدمه ديالو. هادشي علاش كاين لي لابيل. دونك هذيك ميدين موروكو نورمالمون راه خصها هذيك دوفيس خصنا نطرزوا فيه ميدين موروكو لداخل، حيت هو لابيليزي اصلا، لان خصو يمشي ياخذ اللابيل ديالو من وزاره الصناعه باش ان ذاك هادشي جاري به العمل. شو علاقه نتوما به؟ لا لا ماشي وزاره الصناعه. لا بالطبع قلت لك حنا اي حاجه تجاريه حنا لا علاقه لنا بها، حنا الحمايه على لو سافوار فير. داكوغ. اما بالنسبه للصانع فاش كيمشي يخدم على برا، تكلمنا على القصور، تكلمنا على ماشي مشكل. حنا اللي كندافعوا عليه راه هو لو سافوار فير. ها هو بنى اليوم على برا، واش هذا يعني بان شي واحد شي معلم تما يقدر يديرها؟ الخيبه شنو هو؟ داك لو سافوار فير فاش كيتعلم. ايوا اذا كنتو كدافعوا على سافوار فير اليوم كيجينا واحد من شي دوله اسيويه. نعم. كيتعلم هنايا الحرفه والعكس صحيح. لا وكيمشي حتى حنا كنتعلموا من ديك الدوله طرف ديال الزليج جينا من واحد بلاد اسيويه. الا شفنا الا 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 حمينا على الهويه ديالنا، وهذاك السيد فاش غيتعلمها غيقول بان هذا من الثقافه المغربيه، شنو المشكل؟ كيدير الاشهار للمغرب. حنا اللي خصنا ندافعوا على الهويه المغربيه، بان هذا الشيء راه مغربي مبني على التاريخ ديال بلادنا، مبني على هذاك الاعمال والتقنيات اللي كيعرفوها المتعلمين المغاربه. وفاش كتمشي على برا هي بالعكس راه هي اشاره، لان هاد المتعلمين علاش كيديروا هاد الشيء؟ علاش كيديروه؟ علاش واحد النهار اخترعوا هاد الشيء؟ باش يعيشوا. باش يعيش. باش دوك خصو يبيع.
دونك لا كوميرسياليزاسيون اللي عند وزاره الصناعه فاش كيدا، علاش كيدير هذا لي لابيل؟ لي لابيل هي لا بروتيكسيون بان هاد المتعلمين راهم مغاربه، هويه مغربيه، تاريخ مغربي، ولكن إل سيكسبورت على انترناسيونال. فاش علاش كنفرحوا فاش كنشوفوا شي اجنبي لابس قطار مغربي وكيقول انا لابس ام ود موروكان كافتان؟ كنفرحوا حيت كيقول موروكان كافتان المغرب. دونك حنا خصنا ندافعوا على الهويه، انا الهويه المغربيه تبقى فين ما كانت، تكون في الصين، تكون في امريكا، تكون في اوروبا، المهم هو انه سي ماروكان. هادشي علاش البراندينغ لي ماروكان، هادشي علاش كندوزو من لومبي، هادشي علاش كنمشيو لليونسكو، هادشي علاش كنمشيو لليسيسكو.